امطار، جينا نعمل عمره يوم 27 امطار يا جماعه، امطار ما شاء الله تبارك الرحمن. سيدنا ابراهيم عليه السلام رحلنا من فلسطين. يا سلام. امين امين. فلسطين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. بيت المقدس يا محرر يا قدوس سبوح قدوس نسبح لك من بكر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو. هاي خساره، تمنيت انه يكون لايف ورجيكم اياه بس ما مشي الحال بنوم، رجلو كتير كتير النت تعيسه، بس يلا شوي ولح يقدم وخليكم معي. Thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد إحنا جالسين قدام الكعبة والله بتمناكم أنتوا الكل جالسينا تمنيت إني حط لكم إياها لايف بس خليني أرجع على البيت إن شاء الله وحط لكم إياها شايفين الدنيا ضهج ضهج ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله 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 يلا خليني افطر وبرجع بصور لكم انا وقت بروح الصفا والمروه ان شاء الله قامت الصلاه يلا رح نصلي الصفا والمروة شوفوا 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 الناس اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصلاتنا
ما شاء الله ما شاء الله. انا طلعت على السطح مشان اقول ما في احد ولا ما لقيت مكان مكانا لي. الله يعطينا اجره يا رب. والله بشتهيكم انتم كل اقسم بالله العظيم. اي والله اي والله ما شاء الله ما شاء الله. انا تحت من شاف الصف. شوفوا هلا اول ما بده يأذن العشاء حيقول الله اكبر راح تشعل الساعة لون اخضر مشان هاللي ما بيسمع اخواننا اللي بيسمعوا الله يشفيهم يعافيهم يشوفوا لما شعلت الساعة لونها خضراء معناها هو عم يأذن مشان يقدروا يصلوا. سبحانك يا رب جزاهم الله كل خير شو عملوا. الله يسلمكم. وقد أنزلنا آيات